مساء الخير مستمعينا، ورجعنا لكم في الجزء الثاني عشان نكمل حكاية حلقتنا مع فاشن ديزاينر محمد رجب. وبالنسبة لما تيجي بقى تصمم فساتين، ايه الحاجات اصعب فستان مثلا يقابلك واسهل فستان يقابلك؟ خلينا اسهل فستان دي طبعا يعني ما فيش حاجة اسمها اسهل، بس ممكن نقول اصعب اكيد فستان الفرح. فستان الفرح بيبقى صعب، لان مش علشان خاطر عمايله صعبة، عشان خاطر بيبقى الاجهاد الفكري بتاع البنوتة بيبقى عالي جدا، وحاسس طبعا تطلع مميزة جدا في اليوم ده، ويوم طبعا بيبقى رهيب بالنسبة لها. فعشان خاطر ابسط لها الدنيا ونعمل فستان فعلا يليق عليها، ونختار الماتيريالز المناسبة ليها، ونختار الديزاين المناسب ليها كجسمها، الكلام ده كله بيبقى صعب جدا، غير الفساتين العادية اللي هي فساتين الناس رايحة تحضر فرح خطوبة، دي بتبقى بالنسبة لك سهلة، اللي هو عارفة يعني انا ما شفتش في حياتي اصعب من فستان الفرح. يعني انا كمحمد ممكن ديزاينر تاني ممكن يبقى بالنسبة له فستان الفرح اسهل من فستان سوري. وللمحجبات ازاي بتقدر توفق ان هم برغم الحجاب تطلع الفستان شيك؟ على فكرة أنا مميز أكتر في المحجبات، يعني كمحمد رجب أنا مميز أكتر في المحجبات، بس ده مش ميزة أو عيب قد ما هي المحجبة لازم تتصالح مع نفسها، إن هي فعلا ده مش حاجة بتقلل منها، مش حاجة عيبة. وأنا ما بحبش خالص موضوع يعني أي بنوتة بتجيلي مفيش حاجة اسمها تقفيل، يعني إن أنا أعمل فستان عريانة هقفله لمحجب، لا، في فساتين محجبة بديزاينات محجبة، وده اللي بنحاول نعمله بقى، بنحاول نوضحه اكتر وبنحاول نعمله فعليا. يعني انا في ساعات كتيره جدا باجي على نفسي علشان خاطر اعمل ديزاين وممكن اعمله وما يعجبهاش، وبعد ما اعمله اقول لها هفكه لك واعمل لك اللي انت عاوزاه، بس اعمله وشوفي يمكن تقتنعي. فعلا كتير ساعات بتنجح معايا الفكره دي. دلوقتي مجال الفاشن عندنا في مصر محدود، ما فيهوش ناس كتيره، ومش زي طبعا لبنان والدول الاخرى، ولا عندنا رواد في الفاشن زي مثلا المدارس اللي في لبنان. فعايزة أعرف رأيك، هو أنت شايف أن المجال ده، طبعا المجال ده محتاج تطور في مصر، ده إيه رأيك؟ أكيد طبعا محتاج تطور جامد جدا، وإنتي قلت حاجة مهمة جدا، أن مفيش ريادة لي في مصر زي لبنان. هندي مثال بسيط، إيه اللي صعب وزهير مراد تقريبا يمكن مش رواد للبنان، كمان رواد دلوقتي على مستوى العالم كله. إحنا كشباب بنعتبر، يعني أنا محمد بعتبر إن أنا مفيش حد أقتدي بيه هنا في مصر، لأني مفيش حد زي ما بنقول إيه ده واصل لمرحلة عالمية. انت يعني ممكن يكون هاني بحيري مثلا بالناس بتسمع عنه كلام بره، بيعمل حاجات بره وكده، لكن هو مش بالتلب، يعني مفيش حد عالمي بيجي يعمل عنده مخصوص، لا ما اعرفش هل في دوله، لا بس انا يعني انا على حد علمي البسيط لا مفيش. مش زي ايه اللي صعب مثلا؟ يعني انت شايف ان الشباب في مصر بيواجهوا صعوبات ان هم لو عندهم موهبه هيطلعوها بالشغل على نفسهم لوحدهم زيك؟ يعني انت طلعت موهبتك، انت اشتغلت على نفسك، ما كانش قدامك عندك فرصه. كان نفسي وانا اول ما بدات اشتغل في المجال ان انا اروح لحد معين واقول له ان انا عايز اتعلم عندك او اتدرب عندك، ما جاتلكش الفرصه، ما كانش قدامك فرصه متاحه، ان مفيش مكان، مفيش حد طبعا في مصر زي ما قلت لك كده، حد يكون واصل عنده مجال اساسا ان هو يدرب حد. طيب وانت ناوي بقى ان انت تبقى رائد من رواد المستقبل في المجال ده؟ اكيد طبعا، بتمنى طبعا ان شاء الله يا رب يوفق يعني، ويكون الواحد يدي خير لحد. انا بحب الخير للناس عموما يعني. طب ما تفكر تفتح ورشه عمل؟ يعني اكيد طبعا، لو في مرحله من المراحل، خلي بالك اصل انا دلوقتي لسه صغير في السن ولسه متجوز، هتطور اكيد طبعا. فيعني كل وقت ليه مرحلته. يعني انا شايفه ان في فاشن ديزاينرز دلوقتي كتير طالعين، واكيد في تحدي ما بينكم، فانت ازاي بتواجه التحدي ده؟ في اكيد طبعا، يعني على مدار الكام سنه اللي فاتوا دولت فاشن ديزاينر، يعني فاشن ديزاينرز كتير قوي طلعوا، في منهم اللي ابدع فعلا وفي منهم اللي بيقلد. الموضوع التقليد طبعا دي مش عاوزين نخش فيه، لان زي ما انت عارفه اكيد في اي مجال في اي حته في طبعا يعني بيخشوا كده ما بيبدعوش، وتلاقي ان هم سبحان الله ربنا بيرزقهم بينجحوا. بس احنا عاوزين نقول اللي بيجتهدوا فعلا، لا في ناس كويسه جدا وبيجتهدوا وربنا يوفقهم، وده اللي الواحد بيتبسط منه لما يلاقي حد بيعمل حاجه كويسه. فهو بيبقى يعني انا بحطها بقى لنفسي ان انا عاوز اعمل احسن. يعني طبعا السوشيال ميديا ما خلاش الفستان اللي بيتعمل حلو بينتشر بسهوله جدا، بيتقلد في حته تانية. لا سيبك من بيتقلد، بينتشر وبيتشهر،
او ما حد بيعجبه بيروح يعمله عند ترزي فبيعمله له. يعني مش هنقول احنا سيبك من موضوع التقليد علشان ده مجال ليه حاجه خاصه. احنا بنتكلم دلوقتي ان الابداع حلو في ان انت لما بتعملي حاجه فعلا حلوه بتنتشر بصوره رهيبه جدا، فده بيخلي فرصه التحدي بتعلى. يعني انا كمحمد عملت فستان حلو، فلقيت سين مين اكس عمل فستان اعلى مني واحلى مني، فلا انا هسكت. لا تعمل احلى. طيب بس طب ايه، طب انت مش ناوي بقى تفتح ستوري لنفسك تعرض فيه حاجتك؟ اكيد طبعا، الواحد يعني في يوم من الايام بيبقى محتاج المشروع ده او ان هو يطور من نفسه في ان هو يعمل حاجه زي كده، لكن الظروف اللي احنا فيها الايام دي في البلد وكده بتبقى محتاجه عمل بالايد اكتر وشغل اكتر، مش عاوز استسهال. يعني انا بحس ان الستور الكوليكشن وان انا اعمل كوليكشن وان انا انزل الكوليكشن ده بحس شويه ان هو استسهال من ناحيه ان انا ما بتعبش زي ما بتعب دلوقتي. ما بتتعاملش مع الافكار اللي قدامك لا انا قصدي في الستور هتعمل كولكشن وتنزله، بس لما يجيلك حد تحاول ترضي ذوقها اللي هو ايوه طب انا عايزه دي معلش عامله كده او غير لي مثلا دي، لكن في الستور الواحد بيشوف الفستان بيشتريه. ده اللي انا بقوله ان الستور دايما او لما بقى عامل ستور ببقى هنا عامل مادي، اللي هو ان انا عاوز اكسب اكتر في ان انا هعمل الكولكشن ده في مثلا فساتين بطريقه معينه فغلي السعر عشان اكسب بقى وانزل. يعني انت شايف ان شغلك الخاص كده فيه استمتاع اكتر من ان انت تفتح ستور؟ طبعا لما بتجي لي انت وبتطلبي مني فستان ويلا هوبا فكره مجنونه وانا مش مثلا ممكن ما اكونش بتعرف تطلع افكارك فيها. يعني لو البنت عايزه موديل معين تطور انت منه. يعني انت دايما بيقول لك ايه، يعني اي مصمم ازياء في بيستلهم من الموديل دي مثلا معينه بيستلهم عليها فستان، وده اللي انا بحققه بقى من غير ما ادفع فلوس في موديل او في اي حاجه من الحاجات دي. زباينك لا هي الزباين بتيجي لي تعالي انت عاوزه ايه، فبتقولي لا انا عاوزه اعمل حاجه مجنونه يلا بينا، عندك استعداد نعمل حاجه مجنونه، عندها استعداد خلاص يلا نعمل السكتش ونرسمه مع بعض بالراحه، وبعد كده بنطلع افكارنا مع بعض، وممكن اول هي حتى تنزل تشوف الماتيريالز وهي بتجتهد علشان خاطر نطلع مع بعض حاجه كويسه. طيب اخر سؤال بقى معانا قبل ما نختم، انت شايف مستقبل الفاشون ايه في مصر؟ اكيد نفسي بقى احسن حاجه واحسن من كده من الوضع الحالي، والموضوع كله في انه محتاج ان احنا كلنا نجتهد مع بعض مش نجتهد ضد بعض. يعني الدوله لازم تساعد شويه مع ان احنا كمان برضو نحاول نتعاون مع بعض وان شاء الله نعمل احسن من كده بكتير. يعني اكيد انا نفسي ان بقى احنا احسن دوله في الفاشون في العالم. ان شاء الله طبعا التجربة دي من التجارب الإيجابية في حياتنا اللي بتعلمنا إن اللي الظروف وقفت قدامه يقدر يغيرها. بشكرك محمد. العفو على إيه، كنت مبسوطة إن أنت معايا النهاردة. أنا أسعد وأنا أبسط. كده حلقتنا تكون خلصت النهاردة، استنونا في حلقة جديدة من برنامجكم شيفت كارير.